حبايبي، النهارده برضو هنكمل مد من الواو. معلش بناخد كذا درس في اليوم عشان بس نخلص المنهج بتاعنا. عندنا هنا النهارده المد من الواو. تعالوا نشوف الحروف الصغيره القصيره دي كانت بتلعب مع بعض في الحديقه، بس كانت بتلعب وهي حزينه وزعلانه. طب انتوا زعلانين ليه؟ سوبرمان قال لهم انتوا زعلانين من ايه؟ قالوا عشان احنا صوتنا قصيره، نفسنا يبقى صوتنا طويل زي بقيه الحروف اللي قبل كده. قال لهم طيب انا عندي الحل، انا هجيب لكم حرف الواو جميل ده يخلي اصواتكم طويله وتبقوا سعداء وفرحانين. تعالوا بقى نشوف نقرا الحروف وهي قصيره ونقراها وهي طويله. اقرا معايا: كو، خو، دو، شو، رو. دخل حرف الواو عليهم بقى صوتهم اطول شويه. اقرا معايا، يلا مد بقك كده. و، شو، كو، خو، رو، دو. حرف الواو قال لهم خلي بالكم، انا دايما الحرف اللي قبل بيبقى عليه ضمه، يبقى كده مد بالواو. خلي بالكم يا حلوين، اي حرف يجي قبلي لازم ضمه، عليه ضمه عشان نقول عليه مد بالواو. تعالوا نشوف اول نشاط معانا. استمع ثم صل الصوره بالصوت. يلا معانا حرف الواو، نشوف الصور دي كلها مين مد بالواو. نقرا ونوصل معايا: كات، كود. سمعنا صوت مد بالواو؟ ايوه يا مس. طيب اخطبوط، سمعنا صوت مد بالواو؟ طبعا يا مس. صندوق، ها سمعنا صوت مد بالواو نوصل بيها. طيب كلمه خص، سمعت مد بالواو؟ لا لا مش معانا خالص دي يا مس، بره خالص. ها عصفور، ايوه مد بالواو. ليمون، مد بالواو. فول، مد بالواو. تمام، نعمل مع ماما ونوصل. طيب نشوف النشاط اللي بعده، لون الصورة التي بها مد بالواو. تعالوا نشوف الصور عشان نلون. ها دو ده، ها سمعنا مد بالواو يبقى هنلون صورة الدودة. انت بقى لون كتير مع ماما الوانك جميلة ومختلفة. ها بومة، سمعنا مد بالواو نلون البومة. طيب فستان، لا دي مش مد بالواو، دي مش معانا مش هنلونها. ها خرطوم، هنلون مع ماما. ها عنكبوت، هنلون مع ماما. تمام، يبقى اي حاجة سمعنا فيها صوت مد بالواو، وخلي بالك ضمة قبل حرف الواو. يلا نقلب الصفحة عشان نكمل الأنشطة بتاعتنا. يلا نقرأ ونشوف صوت المد بالواو. اقرأ. او، يلا ضم بقك كده وضم اول شفايفك. بو، نو، سو. شايفين كل حرف قبل الواو عامل ازاي؟ عليه ضمة. ها مو، غو، هو، لو. تمام، برافو. نشوف الايه النشاط اللي بعده. يلا بيقول لك لون الصورة التي بها مد بالواو بالأصفر والأخرى بالأحمر. البنوتة الجميلة واقفة تفكر، يلا فكروا انتوا كمان معاها. تعالوا نشوف أول صورة، صورة نجوم. ها نجوم، أيوة أيوة أصفر يا مس حنان، هنلون فيها مد بالواو. ها خروف، ها سمعنا مد بالواو. بالون، مد بالواو. بنت، لا يا مس مش فيها مد بالواو، يبقى هنلونها احمر. سور، مد بالواو نلون. ها حوت، نلون. تمام، بس انت هتلون كل ده بالاصفر ماشي، البنت هي بس اللي احمر. تمام، يلا نشوف نشاط رقم 6، بيقول لي ضع وجها ضاحكا اذا وجدت مد بالواو. يلا نقرا: زهور، ايوه هعمل عينين وبق بيضحك فيها مد بالواو. ثوم، عارفين الثوم؟ ايوه دوت وجه بيضحك. يد،
لا دي ما فيهاش مد بالواو، ده زعلان. طيب عصفور مد بالواو. نقود، نقود يعني فلوس يعني، نقود بس باللغة العربية بنقول عليها نقود. وجه بيضحك فيها مد بالواو. يلا نروح النشاط اللي بعده. هنا بيقول لي ايه؟ انت النجوم التي بنفس اللون لتكون كلمة. يعني هبص على النجوم اللي لونها شكل بعضها عشان اكون منها كلمة. تعالوا نختار لون. يلا نختار مين الاول؟ الاحمر. يلا كلمة ثوم، عارفين الثوم؟ ايوه هكتبها هنا ث و وما، اهو ثوم، دول شكل بعض. نشوف اللون الاصفر، تعالوا نقرا صور، اهي نجمع الكلمه مع بعضها صور، ادي الساء و ورا. نجمع الكلمه اللي في حرف اللي في اللون اللي موف، كوب يعني كوبايه يعني كوب، اهي ك و ب كوب. طيب نشوف الايه اللون الاخضر، فول، استهجى كده يلا فول، كلمة فول اهي، واكتبها على النقط اللي عليها الدور. يبقى انا كده جمعت الكلمات بكل لون مع بعضها. نشوف النشاط اللي بعده، لون الكلمات التي بها مد بالواو فقط، هي الكلمات اللي فيها حرف الواو مد بالواو نلونها. رموش اهي، يلا نقرا كويس، رموش، شايفين الواو قبلها ضمه ازاي؟ يبقى مد بالواو، الون دي تمام، وانت كمل مع ماما. ها بيوت، الون بيوت. ولد، دي سمعنا مد بالواو؟ لا دي مش معانا. نجوم اهي، الون قبلها برضو ضمه قبل حرف الواو. نور، الون. سوق، الون تمام. عقول اهي، الون. يوم، هي فيها واو بس الحرف اللي قبلها عليه فتحه والواو عليها سكون، يبقى دي مش مد بالواو. تمام يا حلوين. طيب تعالوا نشوف النشاط اللي بعده. هنا بيقول لي اكتب، نبص على الصوره ويلا نستهجى ونكتب. نجوم، اولها حرف ايه يا حلوين؟ ادي ناء، يلا معايا ناء. ها جا، نجو، جيم، و، ما، نجوم، ماشي. طيب حوت، دي صورة حوت، يبقى ح ها واو ت، حوت، دي صورة سور. نكتب ادي السا و و ر سور. نقود يعني فلوس بس باللغة العربية بنسميها نقود، نا ق اهي نقو واو نقود د د دال. استهجى ونكتب. حدد الحركة الطويلة المشتركة، ماشي. هنا عصفور ونجوم، ايه الحركة بتاعتها؟ مد بالايه؟ بالالف ولا بالواو ولا بالياء؟ لا يا مس، بالواو، نكتب هنا مد بالواو. طيب دجاجة، زراع، يا مس ده مد بالالف صح كده، ده مش واحد، ده مد بالالف. فيل، ريشه، ايه اللي سمعتوه؟ مد بالياء يا مس، انا فاكر. بومه، زيتون، مد بالواو، لسه قايلين عليه حالا. طيب يلا نشوف النشاط اللي بعده. اكتب كلمه بها، اكتب كلمه تبدا بكل حرف من الحروف التاليه. كلمه ب، اختاروا يلا كلمه، نكتب كلمه ايه؟ باب تمام، او بنت، اي كلمه تيجي على بالك اكتبها. نشوف المربع التاني، الراء، عايزين نكتب كلمة بها فيها حرف الراء، نكتب رمل، سهلة جميلة، راء ما لا. طيب هنا حرف الحاء، نكتب حوت، حاء و ت، أو حمار أو حصان. ها س،
سين نكتب ايه؟ نكتب سمك، سهله وظريفه وسهله، س وما وك، اهي سمك. هنا بيقول لي اكمل الحرف الناقص، يعني الكلمه دي ناقصه حته، ناقصه حرف، عشان تكمل لازم نكمل حروفها. الصوره الاولى دي اسمها خروف، يبقى الكلمه دي كلمه خروف، ادي خا ر ر و و و، اهي ناقصه الواو، خروف. طيب دي صوره ايه؟ عيون، ع عيون، ناقصه حرف العين، اهي. طيب دي ايه دي؟ ده الدرس الحلو بتاعي اللي باكل عليه دروس، اهي دروس، ناقصه حرف السين يا مس. زيتون، و اهي في واو، ناقصه واو. ويبقى بكده يا حلوين خلصنا مد بالواو، ونعمل كل الواجبات دي مع ماما، وهشوفها على الواتس ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.